أكد سعادة السيد جميل بن محمد آل حميدان وزير العمل أن نمو القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية في مملكة البحرين يشكل رافدا أساسيا في توليد المزيد من الوظائف في القطاع الخاص، وذلك في إطار الخطة الوطنية لسوق العمل للأعوام 2023-2026. وفي هذا السياق كشف حميدان عن أن القطاع الصحي في مملكة البحرين حقق أكبر نمو في نسب التوظيف من بين مختلف القطاعات الإنتاجية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، حيث تم توظيف 911 مواطنا في مختلف الوظائف والمهن الفنية والصحية والإدارية المتنوعة والمتوفرة في المؤسسات الصحية، وذلك يعود إلى جهود الحكومة في استقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي الذي يشهد نموا متزايدا ويخلق المزيد من الفرص للمواطنين. وقد ساهم في تعزيز نمو التوظيف في القطاع الصحي إطلاق الحكومة لعدد من المبادرات لزيادة الإسهام في توظيف الأطباء البحرينيين ودعم مستواهم المهني، إضافة لتقديم حوافز للمستشفيات والمراكز الطبية في القطاع الخاص التي تحقق نسبة بحرنا تساوي 25% من الأطباء، واستحداث برنامج خاص بتحسين أجور الأطباء البحرينيين الذين تم توظيفهم مسبقا في القطاع الخاص.